كثيرة هي الأخطاء اللي ترتكبها السيدات خصوصا، طبعا الأخطاء اللي يجهلونها كثير من النساء، وهي سبب طريقة تخزين بعض الأطعمة، وهي طبعا مما يؤثر سلبا على جودة الأطعمة وبالتالي على صحتهم وسلامة عائلاتهم أكيد. وللتعرف على أهم تلك الأخطاء نرحب معنا بضيفتنا أخصائية التغذية والأستاذة وجد العثمان. صبحت الله بالخير. صباح الخير، صباح الخير على كل مشاهدينا. حياة الله دكتورة. دكتورة طبعا إحنا معنا تقرير صغير راح نشوفه أنا معك والمشاهدين إن شاء الله هالخصوص ونواصل. نظن دائما أن الثلاجة هي الملاذ الآمن لجميع الأطعمة والمشروبات والمكونات الغذائية، ولكن في الواقع هناك الكثير من الأطعمة لا يجب أن نضعها في الثلاجة، وعلى الرغم من هذا يفعل الكثيرون ذلك مما يتسبب في سرعة تعرضها للتلف، فضلا عن فقدان قيمتها الغذائية، والنتيجة أننا نقوم بإهدار 4 مليارات طن من الطعام سنويا بسبب سلوكية التخزين الخاطئة. للتعرف أكثر على قواعد التخزين الخاطئة تابعوا معنا هذا اللقاء. دكتورة ربات البيوت دائما يمكن عن غير قصد يخزنون الأطعمة بطريقة خاطئة، صحيح. فمدى تأثير طريقة التخزين الخاطئة في يعني قيمة الغذائية للطعام يمكن يؤثر سلبا على صحتهم؟ طبعا هو دائما كل ما خزننا الأطعمة لمدة طويلة كل ما فقدت قيمتها الغذائية. عشان كذي احنا دائما ننصح انه يفترض ان نجيب كميات صغيرة، يعني لا نكدس أطعمة خاصة الخضروات والفواكه. اللحوم ممكن نحطها بالفريز ما في عليها أي مضرة، لكن الأشياء اللي إحنا ناكلها طازجة ونفضل أن يوميا استهلاكها يومي، يعني ممكن مثلا أن نجيب على مدة 2 3 أيام، وما شاء الله الجمعيات قريبة من كل بيت والأماكن التسوق وايد قريبة، فتفقدها القيمة الغذائية. وشغلة ثانية أنه وايد من حالات التسمم تكون من داخل البيت أكثر من المطاعم. إحنا دائما نتهم أن حالات التسمم تصير من المطاعم، وفي شغلة ثانية قاعد إحنا نلاحظها أن وايد الناس يعني ما يكون حالة تسمم وايد شديدة، تكون مثلا مغص، ترجيع بسيط، تكرمين مثل إسهال. لما يروح الشخص الطبيب ممكن أن الطبيب يشخص، أول شيء يسأله أنت وين ماكل، إذا قال له ماكل بالبيت على طول شنو يشخص؟ يشخص نزلة معوية، عنده تلبك معوي، ما يشخص أنه تسمم غذائي لأنه من أكل البيت. وأكل البيت هو من أكثر الأطعمة اللي ممكن تصيب الإنسان بحالات التسمم. يعني دكتورة أنت تفضلين أن مثل ربات البيوت في حالة أن هي مثل ما تفضلتها بتروح تشتري أغراض المنزل أو حاجيات المنزل من أكل تكون يعني أسبوع بأسبوع طبعا يعني خاصة الطازجة اللي ما توديها الفريزر. بعدين في شغلة يبتدي تلف الأطعمة من خاصة اللحومات من مركز التسوق، يعني مثلا لما أنا أروح أتسوق مفروض الأشياء المثلجة الأشياء المبردة تكون في آخر التسوق مالي، على أساس أن كل ما قلت درجة الحرارة عليها كل ما تكاثر عندنا أنواع البكتيريا اللي ضارة بالإنسان. فتكون آخر فترة، يعني هذه من أول النقاط اللي ممكن أن إحنا نسويها قبل لا نوصل البيت. وأول ما نوصل البيت الأشياء اللي يبي لها تبريد، يعني الأشياء الطازجة نحطها بالثلاجة، والأشياء اللي مفروض تنحط بالفريزر على طول بالفريزر. في بعض المرات لما أجيب أنا اللحوم الطازجة وأبي أطبخها مثلا ثاني يوم ما عندي مشكلة أن أخليها بالثلاجة، لكن لا تقعد أكثر من يومين داخل الثلاجة. هذه اللحم دي آي أو السمك، لكن إذا ما راح أطبخها خلال يومين لازم على طول أني أحطها بالفريزر. في شغلة وايد مهمة، يعني هما 4 خطوات دائما نركز عليهم، اللي هو أول شيء التنظيف، تنظيف الإيدين، تنظيف الأسطح مالت الثلاجات، الأسطح العمل يعني بالمطبخ، يعني أسطح المطبخ اللي قاعد أشتغل عليها والطاولات. هذه أول شيء التنظيف. ثاني شغلة فصل الأطعمة، يعني ما حط الأطعمة الطازجة اللحوم اللي فيها سوائل مع الأطعمة اللي مثلا ما راح تنطهي مثل الخضروات والفواكه على أساس أنه سلطة، يعني ما أخلطهم لأنه ممكن يضر. طبعا يصير شيء اسمه cross contamination،
البكتيريا اللي تضر اكثر شيء موجوده باللحوم، بالدياي تكون وايد موجوده. فممكن لما انت مثلا تبين خضار تبين تسوين سلطه، ياتي قطعتي اللحم او الدياي على لوح التقطيع او سطح التقطيع، وياتي مثلا اخذتي غسلتيها غسله خفيفه او مسحتيها، وخذيتي مثلا خس تبين تسوين سلطه وقطعتيه على نفس هذا البورد مال التقطيع وحطيتيها، هذه السلطه ما انغسلت، فالبكتيريا او الفيروس او اي شيء اللي موجود باللحم ينتقل وراح تاكلينه على طول، وهذا اللي يسوي يسمونه كروس كونتامينيشن. ثالث خطوه اللي هي الطهي على درجات حراره مرتفعه علشان تقتل جميع انواع البكتيريا، او اخر شغله التبريد. يعني لازم نعرف ان احنا بعد ما نخلص من طهي الطعام شو نسوي، ان نحطه برا الثلاجة لمدة ساعتين. ما تقدرين تحطين طعام على طول داخل الثلاجة لأنه رح يتلف باقي الأغذية. يعني في شغلتين هم إحنا فيهم وايد أخطاء، أيه. إن مثلا يكون الأكل حار نحطه بالثلاجة، هو ما رح يخترب، بس شو اللي يصير، الحرارة العالية تنتشر بالثلاجة، ترفع درجة حرارة الثلاجة، أيه. تبتدي الأطعمة الثانية تتلف، فلازم أبرد برا بس مو أكثر من ساعتين، اللي هم يسمونها هذه الساعتين الآمنة. نعم. بالنسبة للأطعمة، وبعدين أقدر أحطها بالثلاجة. زين دكتورة، وإذا بنتكلم العكس، إذا كانت أشياء مجمدة في بعض ربات البيوت أو إيه؟ عاملات المنزل، طلعها على طول مثل ما تفضلت، سواء كان لحم أو دياي، وأول ما طلع من الفريزر على طول تبي تطبخها، لازم تنطر عليه مثلا أن الثلج أو البرودة شوفي تكون أقل. أفضل طريقة لأنك تذوبين الأطعمة أنك أنت تكونين الخطة. دائما إحنا نقول بك كل مواضيعنا ان لازم يكون عندنا خطه، لازم تحطين بلان. مثلا باكر شنو راح اطبخ، ابي اطبخ لحم انزله من الفريزر بالليل واحطه بالثلاجه، بس لازم يكون بصحن احطه على اساس اي سوائل ما تنزل على باقي الاطعمه. نحطه خلال 24 ساعه راح يذوب لدرجه يعني الاذابه اللي انت تبينها، يتم بارد والبكتيريا ما تتكاثر. الطريقه الثانيه ان احطه بماي، بماي بارد مو ماي دافي، احطه بماي بارد وكل نص ساعه اني اغير الماي. وثالث طريقه اللي هي بالمايكرويف، اني اسوي الاذابه عن طريق المايكرويف. لكن طبعا اللي بس ننوه انه في بالمايكرويف، لان في بعضهم يكون فيه خاصيه التذويب طبعا هذه لازم ننتبه عليها، لان اول شيء اذا حطيتي على خاصيه ثانيه مثل التسخين ممكن ينطهي اللحم او الدياي او السمك. وشغله ثانيه ان اذا زدتي الوقت مال الاذابه هم ممكن انه ينطهي اللحم. فافضل طريقه يعني هذه من اكثر الاشياء، موضوع اني انا احطه برا وانطر عليه، شو المشكله ان البكتيريا لما نحط الاكل، في وايد ناس عندهم هالفكره ان لما احط الاطعمه بالفريزر البكتيريا تقتل البكتيريا، صح؟ انزين او نتخلص منها، لا، هي مثل ما تقولين تنام تتجمد. نعم. وبس تطلعينها يبتدي ترجع تنشط مره ثانيه وتبتدي انها تتكاثر. لو بنتكلم دكتوره وجد عن مثل الاكل لما انا اخذنه بالثلاجه لمدتها بعدين يمكن يتحول الى يعني طعام فاسد، هي اطول مده ممكن انت تحطين الطعام فيه بالثلاجه 3 إلى 4 أيام، بعض المرات 5 أيام ممكن انك انت تحطينه. لكن شنو المشكله؟ المشكله ان احنا مثلا هذا موضوع فتح الثلاجه وتفكيره وايد منا كلنا، ما ادري ليش نبطل الثلاجه ونقعد نتامل نشوف شنو نبي. زين هذه الفتره تدخلين انت درجه حراره عاليه على الثلاجه، فممكن تاثر. يعني مفروض الثلاجه تكون اقل من 4 درجة سيليزية، لان في شيء يسمونه دينجر زون او المنطقه الخطره. هذه المنطقه الخطره اللي هي فوق 4 إلى 60 درجة سيليزية. اذا صار الطعام بهذه الدرجات بين 4 فوق 4 و60 هني تبتدي تتكاثر الميكروبات. فالمشكلة أنك أنت إذا أنت محافظة على درجة حرارة الثلاجة بالبرودة اللي مطلوبة، أنت عندك الأكل المطهي خاصة ممكن أنك تحطينه من بين 3 إلى 5 أيام. لكن في شغلة، لما تطلعينه لازم تسخنينه بطريقة
وايد جيدة على درجات حرارة عالية عشان تضمنين البكتيريا اللي تكاثرت أن تنقتل في فترة بدرجات الحرارة العالية. نعم، لكن في شغلة يمكن الجميع يتبعها أن عندنا ما يعني العرف أن كل شيء نبي نحفظه أو نخليه مدة أطول أخذنا بالثلاجة، فهل صحيح انه ممكن انه في حاله انا خزنت بعض الاطعمه داخل الثلاجه مثلا الخبز اقدر ان انا هذا يساعدني انه يحتفظ بالخبز لمده اطول؟ راح تحفظينه بمده صلاحيته تصير اطول، بس انا شو اللي افضل انه اذا مثلا عاده هذا البيت انه يجيب مثلا 20 كيس خبز بالاسبوع، فانا احط بالفريزر احطهم كلهم بالفريزر، وش اللي أسوي لما أطلعه؟ مثلاً أنا أدري إني راح أستهلك خبز الصبح على الريوق، وريوقي وايد مبكر، أطلع كيس الخبز من بالليل وأخليه برا، يعني حتى التسخين ما يكون بالمايكرويف أو يكون فجائي، لا خليني أحطه برا. فالخبز يفضل دائماً إنه يخزن بالفريزر، إذا أنا بستخدمه خلال يومين لا، ممكن إني أنا أخزنه بمكان يكون درجة برودة عادية، درجة برودة الغرفة، ويكون طبعاً بالكيس مكفول عدل. شنو مشكلة الخبز؟ إنه يسوي رطوبة وممكن تبتدي فيه الموضوع الفطريات تطلع اللي هو اللون الأخضر. واللون الأخضر إحنا متى نشوفه لما خلص ينتشر ويوصل للمراحل الأخيرة، ما نشوفه لما يبتدي على أبيض. طبعا هني يبتدي الخبز يكون تالف، بس هذا إحنا ما نشوفه بالعين المجردة، فعشان شدي إنه مو أكثر من يومين الخبز ينحط برا الثلاجة. أفضل طريقة الخبز اللي هي الفريزر، ويتسخن يعني يدفع على درجة حرارة الغرفة. لكن في أطعمة ممكن إذا أنا خزنتها بالثلاجة يكون فيها ضرر؟ طبعا اذا المده طالت عن مثل ما قلت، اذا كان الاكل طازج، يعني شوف الخضروات والفاكهه احنا دائما شو نقول؟ يبيها لا تغسلينها. ليش؟ لان كل ما صار عندك الاكل رطب تبتدي البكتيريا تتكاثر، يعني من الاشياء المحببه جدا للبكتيريا درجه حراره عاديه ورطوبه، هذه اللي تخليها تتكاثر بسرعه. فانت مثلا الخضروات الفواكه لا تغسلينها، شيلي عنها التراب اذا موجود، حاولي تنشفينها بورق التنشيف وحطيها بكيس نايلون محكم وبالثلاجه، ما عندك اي مشكله. لكن اللي نخاف منه احنا اللحومات اكثر شيء، هي الاطعمه اللي ممكن ان تفسد بسرعه. في شغله ثانيه الناس ما تنتبه علينا، وهي هذه من عاداتنا طبعا كلنا، ان مثل ما قلت لك احنا نشتري وايد اكل دائما، فكل ما تكدست الثلاجه كذي بطلتيها حسيت انه بيطيح الاكل عليك، كل ما تكدست كل ما صار عندك خطر فساد الطعام داخل الثلاجه اسرع. ليش؟ يعني احنا قلنا درجه حراره الثلاجه المفروض يكون أربعة او اقل. اذا انت كدستي وايد اكل داخل الثلاجه هذا الاكل كله راح يمتص هذه الحراره، فتبتدي ترتفع درجه الحراره مالت الثلاجه، فما تقدرين تتحكمين فيها. بس حتى اذا في بعض الثلاجات فيها اللي هو الترموستات، بس انت مثلا ما راح تين لا والله اليوم كنا ثلاجتي فيها وايد اكل خليني اقلل درجه الحراره او ازيدها. انا ما ادري، انا ما اذكر متى اخر مره شفت درجه حراره الثلاجه اللي عندي. فدائما ان احاول ان ما اكدس الاكل داخل الثلاجه، وبعدين احطه في الاماكن المخصصه له. طبعا احنا يمكن الحين صار كل الناس عارفين ان خطا ان نحط البيض بالباب ما الثلاجه اللي دائما هذا هني هم كل الثلاجات حاطين، انا ما ادري ليش. يمكن شوفي تعرفين العلم قاعد يتطور وكل مره نكتشف اكتشافات زياده، لان الباب الثلاجه هو اكثر مكان اللي تبتدي الاشياء فيه تخرب بسرعه، لان على الفتح والتسكير درجه البروده هناك تقل. فنقول لك مثلا خزني فيها مثل الكاتشب، المايونيز، الاشياء المسكره. وفي شغله ثانيه لازم اذكرها، اي نوع من انواع المعلبات لما انتم تفتحونه، او مثل المربى، المايونيز، اي شيء الاجبان اللي تكون لها تسكيره، اول ما انت ممكن تخزنينها برا طول ما انت للحين ما فتحتيها، اول ما تبطلينها لازم على طول تحطينها بالثلاجة عشان لا تخرب، لأن أول ما تنفتح تبتدي تدخل فيها بكتيريا من برا، فتبتدي تتكاثر فيها البكتيريا. والأجبان مثلا اللي ما يكون فيها غطاء تكون بعضها مكشوفة، أو اللي يشترونها من النايلون،
هون شو تسوين فيه اللي هو التبروارات العلب الحافظه المحكمه الحفظ، تحطينها وتسكرينها. بس لازم دائما الاجبان لما انا افتحها ما تقعد اكثر من ثلاثة ايام الى أربعة ايام، لان من الاشياء اللي تفسد بسرعه وممكن انها تضر. في شغله ثانيه تختلف الروب. الروب اقدر مثلا انا اخذه هو مده الانتهاء مالته 4 إلى 5 أيام. نعم. اذا صار له 8 أيام 9 أيام تقدرين تاخذينه عادي، لان فائدته تصير وايد دائما اكثر. إيه يعني هذه يمكن معلومه حديثه احنا عرفناها، ان الروب ما يضر اذا كان انتهى فتره صلاحيته الا بعدها باسبوع. بالعكس البكتيريا اصلا اللي فيه مفيده. نعم. فبس طبعا احنا نقول يكون داخل الثلاجه، ما يكون برا، ما يكون اصلا مبطل واحد مثلا استخدم قفشه داخله او شيء، لانه ممكن يدخل ميكروبات اخرى يعني احنا ما نبيها تدخل جسمنا. دكتوره البيضه الحين تفضلتي ما يكون مكان، وين نحط؟ يكون بنفس الكرتونه باول رف من ارفف الثلاجه. تمام. اللحومات لازم تكون في صحن مخصص لها وتكون بانزل رف، يعني اخر رف من الثلاجه، عشان اي سوائل تنزل من اللحوم، لحوم اسماك او الدياي، اي سوائل تنزل ما تي على الاطعمه الثانيه. نعم. خاصه اذا كانت مثل ما قلت لك خضروات فاكهه اللي ما ندخلها احنا بدرجات طهي عاليه على اساس انها تقتل الميكروبات اللي فيها. نعم طبعا دكتور وجد الموضوع جدا شيق، ويمكن اغلب ربات البيوت الحين واللي كل اللي شاهد معنا هاللقاء كان قاعد يراجع نفسه الحين يمكن يعيد ترتيب ثلاجته مره ثانيه. صح، هي مو بس الثلاجه، يعني احنا دائما ننصح ما راح اخذ من وقتهم وايد، ان الواحة التقطيع تكون ألوان مختلفة. اللي يحضر الطعام عندنا بالبيت نعرفهم على أن الأخضر للخضروات، الأحمر للسمك، يعني حتى هم يحطون لك صورة عليه، يعني الحين صار وصاروا يبيعونه باكج كامل. هذه شغلة. الشغلة الثانية دائما دائما تنظيف أسطح المطبخ، لو أي شيء أستخدمه، وتنظيف الإيدين وحتى الجلوفز. يعني يا جماعة لما ألبس جلوفز مو بس أنا قاعدة ألبسها على أساس أنه أغطي إيدي أن ما تمسك الطعام، لا أنا قاعدة ألبسها هم لما أبي أنتقل من نوع طعام للآخر لازم أني أنا أبدله وأستخدم نوع يعني واحد ثاني. طبعا ما لنا غلات عن نصائحك أكيد أستاذة وجد العثمان، أخصائية التغذية يمكن فتينا اليوم بهالموضوع اللي فعلا يمكن الكثير راح يستفيد منه لحفظ وسلامة أكيد صحة عوائلهم أكيد. يعني طبعا إحنا يعني ما نتمنى إلا الصحة والعافية للجميع، وطرق جدا بسيطة ممكن تغنينا عن أن نروح المستشفى ونتعالج. نعم نتمنى ان شاء الله ربي ربي يعطينا كلنا الصحه والعافيه، وخصوصا احنا قاعد نتكلم عن منازلنا وعوائلنا. كل الشكر لك اكيد استاذه وجد العثمان اخصائيه التغذيه على تواجدك معنا. فاصل مشاهدينا ونرجع لكم.